أبناء طلاب الصف الأول الثانوي، فصل دراسي الأول هيعدي على خير إن شاء الله بإذن الله. خلاص أنت في نهاية المطاف، ذاكرت كويس أوي الترم الأولاني، فبجهز نفسك لبعض الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان أو بنفس شكلية الامتحان. برضه بنبه طالب سنة أولى، أنت قبل ما تحل الأسئلة أنت اتدربت مع مدرسين بيضاعوا في المدرسة، شارح المنهج كويس أوي، فربنا يكرمك كده. اقرأ المنهج كويس الأول، الباب الأول والتاني والتالت. الباب الأول بيتكلم بقى على النانو تكنولوجي، بيتكلم على أنواع المواد النانوية، وتعرف السؤال بيجي ازاي فيها. هتخش على الباب التاني بيتكلم على المول والمعادلات الايونية وعدد افوجادرو، مهم جدا، عدد الجزيئات، عدد الذرات، عدد الايونات، حجم الغاز، المادة المحددة، الناتج الفعلي والناتج النظري، يعني لازم داخل الامتحان فهم حجم الغاز، مهم جدا. بعد ذاكر الباب التاني كويس، او تخش على الباب التالت بيتكلم على المحاليل وازاي بيجي المولارية والمولالية والضغط البخاري ودرجة الغليان ودرجة التجمد وانواع الاحماض معدنيه وعضويه والاحماض قاعديه، وتشوف مثلا الحاجات المهمه اللي فيها وزي مساله على التجمد. كل ده انت لازم تذاكر المنهج الاول كويس. بعد ما تذاكر المنهج تشوف نوعيه الاسئله وتحل كم اسئله كتير جدا قبل ما تخش امتحان هذا الترم. ان شاء الله امتحان بسيط جدا من نفس اللي دربنا عليه مره واثنين وثلاثه، ما فيش حاجه بتيجي صعبه. الصعوبه كلها لو الطالب ما ذاكرش المنهج فبيحس ان المنهج صعب، لكن الطالب ربنا كرمه كده وقرا المنهج مره واثنين وثلاثه بلاقي المنهج سهل جدا من صعب. ذاكرت هتلاقي الامتحان سهل، للاسف ما ذاكرتش تلاقي الامتحان اسئلته صعبه. لو مفيش حاجه صعبه خارج المنهج، الفكره كلها من نفس المنهج. فلو عاوزك تقرا السؤال بتتدرب وعاوز ايه، الاسئله محدش بيحفظها، انت بتدرب شكل السؤال ونمط السؤال بيجي ازاي. فالفكره كلها اللي عاوزه منك ان انت تقرا المنهج بتاعك كويس قوي. عندك ال10 ايام دول، امتحانك يبدا من 14/1. انت المفروض الفترة دي بتمسك المواد كلها تحطها قدامك، شوف كل مادة بتكلم على ايه، اللغات، المواد العلمية، المواد الادبية، قسمت المنهج بتاعك كويس، او ابدأ اشتغل من دلوقتي وركز كويس قوي. ما تحلش اسئلة طول مرة واحدة نكون مذاكر، لازم تذاكر الاول، شوف الاسئلة كل باب بيتكلم على ايه، ثم تحل الاسئلة. وجدت سؤال صعب حاول اقرا المنهج تاني وشوف فكر السؤال بيجي ازاي. بلاش الاختيارات العشوائية دي، لما الطالب يختار سؤال عشوائي معناه مش فاهم المنهج فبيضرك الترم التاني. ما انت في ايدك اطلع ترم من هون كويس قوي واجيب اسئله حلوه وتلاقي الامتحان سهل ان شاء الله باذن الله. تعالوا شوف بعض الاسئله اللي جت في بعض الامتحانات. هنا بيقول له ايه؟ السؤال الاولاني بتكون الماده اقصى ذات صلابه اكبر ما يمكن اذا كان قطر دقائقها هي. فالطالب ابتدى يفكر. والله لازم يكون الماده صلبه، بيتكلم على النانو. يعني لازم يكون الاحجام النانويه من 1 إلى 100 نانومتر. كل ما كان القطر بتاع الدقائق بتاعته صغير جدا موجود في الحي ان حجم النانو من 1 إلى 100 نانومتر، فانا بختصب خواص فريده جدا من نوعها زي الصلابه وسرعه التفاعل والمتانه. طب الفكره كلها هو مديني هنا اختيارات، لازم احول الى النانو. لو جينا بصينا السؤال رقم 1، تكون المادة ذات صلابة أكبر ما يمكن إذا كان قطر دقائقها هي ((5×10^7 متر). أحولها نانومتر، بضرب في 10^9، هيطلع بعد كده لما أضرب 5×10^2 × 10^9 تطلع 5×10^2 يعني 500، ده كبيرة معدية 100 نانومتر، يبقى إلغي. السؤال التاني نفس الكلام، 5×10^5 ملليمتر، عاوز أحولها النانو، يعني من مليمتر انا لازم اضرب في 10^7. طب الحل برضو يطلع كبيره. تعال الاجابه بتاعتك تطلع رقم د. طب ليه د؟ لما اقول لك 5×10^9 متر، طب ما احولها نانو متر بضرب في 10^9، يبقى 5×10^9 × 10^9، ال 10^9 تطير مع 10^9، يبقى تطلع عندك النتيجه بتاعتك 5 نانومتر. فعلا دي اقل واحده، ال 5 نانومتر يبقى رقم د. يبقى المادة ذات صلابة أكبر ما يمكن إذا كان قطر دقائقها هي رقم د. إن أنت حولتها النانومتر ضربت الرقم ده في 10^9، يبقى 5×10^9 × 10^9 تطلع النتيجة بخمسة، يبقى معنى ذلك هي دي الإجابة. السؤال التاني قال له إيه؟ قال لك 4 مواد A B C D، أبعاد كل منها كما يلي. مديلك الـ A 12 نانومتر والـ B 50×10^5، المفروض معلش متر، بعد كده اللي بعديها 80×10^9 متر، الدي 1×10^9 متر. اي منهما ليس لها خواص فريده؟ ثواني بقى يا مستر،
ليس لها وصفة، دي معناها عدة المية نانومتر، يعني حجمها ما يتراوحش في الحجم النانومتر من 1 إلى 100. الدي 1 × 10^9 متر، المضرب في 10^9 يبقى طارت معاه يبقى يطلع 1 نانومتر، بسم الله ما شاء الله ليها خواص فريده. السي 80 × 10^9 متر، اضرب في 10^9 تطلع 80 نانومتر. انا في الحي حجم النانوي فانا فعلا ليها خواص فريده. الايه بقى دي مكتوبه 12 نانومتر، فانا كده كده بقى دي في الحجم النانوي فانا صغير فليها خواص فريده. البي 50 × 10^5 متر، هضربها في 10^9 تطلع 50 × 10^4. ده بسم الله ما شاء الله انت عديت، ده انا عديت ال 100 نانو متر. يعني لما اضرب بقى 50 × 10^5 متر في 10^9 تطلع النادي 50 × 10^4 نانو متر، ده انا عديت الحجم النانوي. يبقى الماده رقم بي ليس لها خواص فريده، يبقى الاجابه بتاعتي رقم بي. طبعا لازم في الباب الاول بتعرف بعض الحاجات، أمثلة على المواد أحادية البعد النانوي، أمثلة على المواد ثنائية البعد النانوي، أمثلة على المواد ثلاثية البعد النانوي. تعرف إن أغشية الرقيقة، خلي بالك من الأسئلة، أول ساكن النانوية أحادية البعد اللي هي بعد بس أحادي النانوي بعدين أكبر. أربيب الكربون النانوية خلي بالك منها برضه لها بعدين نانوي وبعد أكبر من حجم النانوي. المواد ثلاثية البعد زي كرات البوك وصدفة النانو ثلاثية، يعني الثلاث أبعاد في الحجم النانوي. يبقى انت ممكن يجي لك سؤال مين في دول يا من مثلا ينتمي الى المواد مثلا ثلاثيه البعد او ثنائيه البعد او احاديه البعد. تعال السؤال رقم 3 بيقول له ايه، انا حتى هات لك الاجابه تحتيه عشان الطالب يعرف الاجابه ازاي. هو طبعا بيجي لك اختياري، لكن ممكن تيجي اسئله مقاله مساله. طب بدي انك انت بتقرا السؤال الاختياري فعاوز تعرف الاجابه، اخترت الاجابه بس انا بديه مش عارف اتحلت ازاي، فلازم الحل للطالب اقول لك كتله الماء الناتجه من التفاعل. كتله الماء الناتجه، هو عاوز بقى كتله مش عاوز حجم ولا عاوز جزيئات. كتله الماء الناتجه من تفاعل 1 × 505 × 10^24 جزيء اكسجين مع وفره من الهيدروجين حسب المعادله، وديك المعادله جاهزه كتر خيره، 2H2O 2H2O، مدي لك الاوب 16 اتش بواحد، مدي لك اختيارات ألف 36 جرام، ب 54 جرام، ج 90 جرام، د 18 جرام. طب انت تختار بناء على ايه؟ ما اختارش عشوائي، ده لازم تحل المساله. يعني المسائل لازم تتحل الاول عشان يعرف الطالب بتتحل ازاي. انا كتبت المعادله وعرفت العلاقه بين الاكسجين والميه. رحت كاتب العلاقه اكسجين وميه، في الاكسجين مديني جزيئات وفي الميه عاوز كتله. والله الاكسجين بادئ بمول واحد، اتفاعل مول واحد بس. وهناك ادانا 2 مول ميه. مول اكسجين بيحتوي على كم جزيء؟ بيحتوي على عدد افوجادرو 6.2 × 10^23 جزيء. قلت له تمام، الميه هناك ده عاوز كتله، ده المطلوب كتله، يبقى لازم اعرف المول بتاع الميه 18 جرام، نمديك الاوزان الذريه اوف 16 اتش بواحد. فالميه 18 جرام في 2 يبقى كده عرفت كتله الميه. هو ادالك تحت جزيئات الاكسجين، قال لك 1 × 505 جزيء اكسجين في 10^24 تديني كم جرام ميه؟ طرفين في وسطين، تطلع كتلة المية تطلع 1 × 505 × 10^24 في 2 × 18 على عدد افوجادرو يطلع كتلة المية 90. بعدين انت اخترت الاجابة 90. طب انا ممكن مثلا اخترت عشوائي، فلازم الطالب في المسائل بيحل المسائل الاول، يعني لازم الطالب يعرف نوعية المسائل بتيجي ازاي. المسائل مش صعبة من صميم المنهج. والله نفس المسألة ممكن ما اقولش عاوز كتلة المية، اقول لك عاوز حجم بخار الميه اللي طالع. الله، ده وعاوز حجم نفس المساله بس ما اكتبش 2 × 18 بقى، اكتب 2 × 22.4. لو قال لك عاوز حجم غاز الاكسجين بخار الميه، حجم بخار الميه، يبقى بدل ما اتكلم على كتله يبقى 2 × 22.4. ادي المساله رقم 3. تعالى مساله رقم 4 بنتكلم برضو على ايونات، برضو بديهي. في فرق لما اقول لك في الامتحان عدد مولات الايونات وعدد الايونات. على سبيل المثال كربونات الصوديوم Na2CO3، لازم اعرف الرمز. لو قال لك عدد مولات الايونات يبقى 3 مول ايون، لو الايونات لازم افوجادرو. يبقى هناك فرق بين عدد المولات وعدد الايونات. هنا السؤال بيقول له ايه؟ عدد ايونات الصوديوم الناتجه من ذوبان 53 جرام كربونات صوديوم في الميه. ومديني الاوزان الذريه بتاعت الصوديوم 23 اوب 16
والسي ب 12. اختار ألف ب ج د فبدي أنا مش عارف الإجابة غير لما أحل المسألة. كربونات الصوديوم Na2CO3 لازم أعرف الكتلة المولية عشان أعرف ال 53 جرام تمثل كم مول. حسبت الكتلة المولية بتاع كربونات الصوديوم تطلع 106 عن طريق الأوزان الذرية Na2CO3 2 في 23 زائد كربون ب 12 زائد 3 في 16 يطلع كربونات الصوديوم 106 جرام. هو ضرب منها 53 جرام بس. يقول له والله يبقى هو ضربت كم مول؟ يبقى 53 على 106 ضربت نص مول. عشان يجيب عدد مولات الصوديوم اقول له عدد المولات المذابه في عدد افوجادرو فعدد مولات ايونات الصوديوم اللي موجوده في قلب الكربونات اللي هي Na2 بقى 2 مول. يبقى عدد ايونات الصوديوم عدد المولات المذابه في عدد افوجادرو في عدد مولات ايونات الصوديوم. قسمت 53 على 106 طلعت عدد المولات. في عدد افوجادرو انت حافظه صم 6.2 من 100 في 10 اس 23. وبعد كده ضربت في عدد مولات ايونات الصوديوم الموجوده في المول بتاع كربون الصوديوم اللي هي ب 2 يطلع النتيجه 6.2 من 100 في 10 23 ايون. او ممكن تعالى نقول لك عدد افوجادرو بدل ما اقول لك الرقم. يبقى معنى كده اللي بيحط امتحان بيجيب لك مساله اختياريه انت بتحل المساله الاول قبل ما تختار عشان تعرف الاجابه الصح فين. تعالى شوف بقيه الاسئله اللي برضو بنتدرب عليها وشوف فكره السؤال بيجي ازاي. وبرضو بكرر تاني اقرا السؤال مره واثنين وثلاث. دي نوعيه بعض الاسئله مش كلها. انت بديل لما تحل اسئله من اي كتب عندك كده او تخش على التابلت الاسئله دربت عليها السنين اللي فاتت برضه تلاقي الاسئله زيها بالنص مره اثنين وثلاثه. تعالى السؤال رقم خمسه بيقول لنا الصيغه الجزيئيه لمركب كتلته الموليه 78 جرام لكل مول. وصيغته الاوليه هي سي اتش. مديلك الاوزان سي ب 12 والاتش ب 1. طب يا مستر اختار انهي واحده؟ يا مستر اختار انهي اجابه انا مش عارف. هو عاوز الصيغه الجزيئيه؟ فبقول له بديه الصيغه الجزيئيه بيساوي ايه؟ بيساوي الكتله الجزيئيه على الكتله الاوليه في رمز الاوليه. تاني لو انا عاوز اجيب الصيغه الجزيئيه بمعلومات الكتله الاوليه الجزيئيه وكتله الصيغه الاوليه. ما الصيغه اللي هو مدالي سي اتش كتلتها الاوليه سي ب 12 والاتش ب 1 يبقى 13. اصبح عندي كتلتين. الكتلة الجزئية بتاعت المركب 78 وكتلة الصيغة الأولية 13. أصبح عندي كتلة كبيرة وكتلة صغيرة الجزئية والأولية. قول له عادي جدا عشان تجيب الصيغة الجزئية بقسم الكتلة الجزئية اللي مديها لك على الكتلة الأولية في رمز الأولية. فأنت الكتلة الجزئية 78 قسمتها على الكتلة الأولية اللي هي 13 في رمز الأولية. 78 على 13 اللي هي سي اتش بتاعت الصيغة الأولية تطلع ب 6. في رمز الاوليه سي اتش يبقى 6 في سي اتش يطلع النتيجه سي 6 اتش 6 الاجابه رقم ب. تاني لو قال لك في مساله مدي لك كتله جزيئيه ومدي لك رمز الصيغه الاوليه من رمز الصيغه الاوليه بعين كتلتها الاوليه كده عندي كتلتين في المساله كتله جزيئيه وكتله اوليه. عشان نجيب الصيغه الجزيئيه اسم الكتله الجزيئيه على الكتله الاوليه والناتج اللي يطلع ده اسمه عدد الوحدات اضربه في رمز الاوليه فطلع 78 على 13 ب 6 اضرب ال 6 في رمز الاوليه اللي هو سي اتش تطلع الناتج بتاعك سي 6 اتش 6. من ضمن المسائل اللي هي المركبه برضو في الامتحان رقم 6 الوين عند اضافه حمض الهيدروكل المخفف. هنا طبعا المشكله كلها لازم الطالب يكتب المعادله الاول. لما تجي لك مساله كلاميه لازم الطالب يحولها الى معادلات رمزيه ثم حدد العلاقه بين مين ومين. قال له عند اضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف الى عينه من كربونات الكالسيوم. طب الطالب وقف الامتحان مش عارف رمز كربونات الكالسيوم فاصبحت مشكله. لكن كتر المذاكره بتاعتك في قلب الكتاب بتاعك كربونات الكالسيوم سي اي سي او 3. هي عشان كده العقبه اللي بتقف قدام الطالب لما يجي يحل مساله مش عارف الرموز فما اعرفش ترجم المعادله اللفظيه للمعادله الرمزيه. لازم احول اول المعادله اللفظيه للمعادله الرمزيه. فهنا اتش سي ال معروفه سهله. العينه من كربونات كالسيوم والرمل يعني عينه غير نقيه كتلتهم 10 جرام. قال له تكون من هذا التفاعل 1.1 جرام من غاز ثانوسيل كربون. عاوز النسبه المئويه للرمل في العينه. والله اللي يتفاعل مع الاتش سي ال هو كربونات الكالسيوم فانا اجيب الاول كتله كربونات الكالسيوم. مدي لك الاوزان الذريه الكالسيوم ب 40 والسي ب 12 وب 16.
طبعا مثلا قدامي الاجابات 25% و50% 44% 45%. طب انا اختار عشوائي ازاي؟ فلازم الطالب يكتب المعادله الاول. طب عشان اكتب المعادله لازم اعرف الرموز. انا برضو حيالي الطالب عشان يقدر يبص نوع العلاقه بين كربونات الكالسيوم وثانوس الكربون لما اضيف HCl الى الكربونات بتصاعد ثانوس الكربون CO2. كربونات الكالسيوم CaCO3 ادانا ثانوس الكربون CO2. والله يا مستر كربونات الكالسيوم الكتله الموليه عن طريق الاوزان ب 100 جرام عن طريق كالسيوم 40 كربون ب 12 O3 في 16 طلعت الكتله الموليه كلها بتاع كربونات الكالسيوم 100 جرام. ثانوس الكربون عن طريق الكتله الموليه الاوزان الذريه طلع 44 جرام سي ب 12 او ب 16 يبقى الكتله الموليه بتاعت ثانوس الكربون 44 جرام. كل مول من كربونات الكالسيوم بيديني مول من ثانوس الكربون يعني ال 100 جرام بيديني 44 جرام. طب هو كم جرام نقي منك بقى يديني 1.1 جرام ثانوس الكربون. طرفين في وسطين يبقى كتله كربونات الكالسيوم النقيه تساوي 1.1 في 100 على 44. انت بتطلع كتله كربونات الكالسيوم النقيه اللي اتفعلت مع HCl. طلعت كتله كربونات الكالسيوم النقيه 2.5 جرام. طب انا عاوز النسبه النوع بتاعت الرمل للشوائب. اقول والله بطرحها عندك ان هوت كتله الرمل بتساوي 10 ناقص هنا دي ناقص 10 ناقص 2.5 تطلع 7.5 هنا في 10 ناقص هنا في ناقص اهي هنا بدل يساوي خليها ناقص 2.5 تطلع كتله الرمل 7.5. طب كتله الرمل هنا دي 7.5 اهي. طب انا عاوز النسبه النوعيه بتاعت يبقى النسبه المئويه بتاعت الرمل بتساوي كتله الرمل 7.5 على العينه كلها اللي بدا يبقى في المساله 10 في 100 تطلع 75%. المشكلة في المسائل اللي هي اللفظية دي ان الطالب ما بيعرفش يكتب معادلة غير لو كان متدرب والمسائل جدا الطالب يكتب معادلة. لو الطالب متدرب كويس قوي في كتاب المدرسة وبيقرا كويس قوي هيعرف يكتب معادلة موزونة والشرط لازم يكون موزونة. يعني لازم اكتب ممكن في المعادلة دي يجيب لك ثانوس الكربون بدل جرام ولا تصاعد كذا لتر ثانوس الكربون. يعني معنى ذلك هو الفكرة كلها بيشوف الطالب يعرف يكتب معادلة ويعرف يوزن معادلة وزي يحل مسألة طرفين في وسطين. المسائل اللي جايه برضو من ضمن المسائل اللي عاوزه منك فكر بسيط جدا وركز معايا هنا. بيقول له ايه؟ اي من المحاليل الاتيه الاعلى في درجه الغليان؟ قول له ثواني بقى. الاعلى في الغليان يعني معناها ادور على مركب فيه مولات كتيره. ان كل ما كان المولات اللي موجوده في هذا المركب عدد مولات الايونات كتيره فالضغط البخاري بيكون قليل. وبالتالي لازم اسخن عشان اخلي يتساوى مع الضغط الجوي فالغليان بيزيد. فبديهي المركب اللي في عدد مولات ايونات اكتر فالضغط البخاري بتاعه قليل. طالما الضغط البخاري بتاعه قليل فبديهي لازم ازود انا اعمل تسخين عشان ابتدي ارفع الغليان بتاعه عشان ابتدي يتساوى مع الضغط الجوي. فبديهي بطلع بنتيجه. المركب اللي بيدقولك ادالك معادله مثلا كلام لفظي، طب المشكله برضه لازم احولها الى رموز. قال لك كربونات صوديوم وكوريد الومنيوم، كوريد الومنيوم في الطالب يعرف الرمز. كربونات الصوديوم مكتوبه في كتاب المدرسه ان 2CO3. كود الالومنيوم ALSL3. فبدور على مركب يحتوي على عدد مولات ايونات اكتر عشان يبقى الضغط البخاري بتاعه قليل فلازم الغليان كبير. فالحاجه الثانيه كل ما كان التركيز عالي معناه في مولات كتيره يبقى معنى ذلك برضه بيقل من الضغط البخاري بتاع المذيب اللي هيطلع بتاع المحلول يعني وبالتالي لازم ارفع عشان ازود الغليان. فهنا السؤال قال له اي من المحاليل الاتيه الاعلى في درجه كربونات صوديوم 1 مولر. طب استاذ كربونات Na2CO3. طب Na2CO3 فيحتوي على 3 مول ايون 2 مول صوديوم 1 مول كربونات. فدي ثابته كربونات الصوديوم تحتوي على 3 مول ايون تركيزها 1 مولر. ب برضه كربونات الصوديوم برضه 3 مول ايون تركيزها 2 مولر. قلت له ثواني لو الاثنين دول بس يبقى الاعلى غليان ال ب بالنسبه للسؤال بالمكمل بقى لان اعلى مو تركيز. قال له لا ده لسه في ج. كلوريد الومنيوم رمزك ALCl3. الله يعني في 4 مول ايون السي ال 3 مول ايون كلوريد 1 مول ايون الومنيوم. ALCl3 يحتوي على 4 مول ايون. طب الله ده اصبح ج ودال الاثنين كوريد الومنيوم هنا 4 مول ايون هنا 4 مول ايون. قالوا لا بس الدال
بيحتوي على 2 مولر كلوريت ألمونيوم، 2 مولر يعني أعلى تركيز وأعلى عدد مولات، يبقى ده أقل ضغط بخاري، يبقى لازم أعلى غليان. فأنت اخترت فعلا دال. طب أنا اخترت، طب أنا إيه، حولت جود الألمونيوم إلى الرمز بتاعه إيه، LSL3، يحتوي على 4 مول أيون، يبقى أنا هكسب كده 4 مول أيون، يبقى أنا أعلى كده غليان لأن أقل في الضغط البخاري. قال له بس أنا تركيزي عالي. قال له فعلا صح. يبقى العلاقة بين هنا جيم ودال، بركز في جيم ودال، الاثنين 4 مول ايون، 4 مول ايون. طب مش مثلا، طب هنا 1 مولر، هنا 2 مولر، الاعلى تركيز، يبقى معناه الضغط البخاري هنا قليل، فلازم الغليان بيزيد، يبقى معنى ذلك الاجابه بتاعت الرقم د. ممكن يجيب لك هنا اي مركب، يعني هو الفكره كلها بيديلك مركبات ايا كان المركبات دي. مدى الكربونات صوديوم مثلا، يقول لك كلوريد صوديوم، يقول لك نيتراس صوديوم، يقول لك كلوريد بوتاسيوم، يبقى معنى ذلك هو بيغير المركبات على اساس ان انت عارف ان كل ما عاد المولات بتزيد يبقى الضغط البخاري بيقل، الغليان بيزيد. الحاجه الثانيه، كل ما التركيز اللي عندي بيزيد معناها الضغط البخاري بتاع المحول بيقل، فلازم برضو الغليان بيزيد. كل دي اسئله ثابته عندك في المنهج. السؤال رقم 8، التجمد. يلا بقى، دول ما عاوزين يحسبوا درجه التجمد بالبلد كده، الماء بيتجمد عند صفر درجه سيليزيه. والله لما احط عليه ملح فابتدي التجمد يقل تحت الصفر، يبقى بالسالب. طب هنا اهوت عاوز اعرف بقى ايه العلاقه بين درجه التجمد وعاد المولات. قال له بص بقى، كل ما عاد المولات بتاعه المذاب بتزيد بتكتر، كل ما ابتدي التجمد ينزل تحت او بمقدار فاض بيقل، يبقى درجه التجمد تقل. هنا لو في الامتحان بيحسبوها ازاي؟ قال لك والله احنا عاوزين نعرف درجه تجمد محلول الكتروليتي. طب الحل ايه؟ فجاب بعد كده قال لك هنجيب محلول لا الكتروليتي لا يتأين زي سكر الكلوكوز، جابوا مول واحد بس سي 6 اتش 12 او 6. فدوب مول واحد بس من الكلوكوز في 1000 جرام من الميه، وحسب درجه التجمد طلعت مقدار ثابت سالب 1.86 درجه سيليزيه. قال له بس احنا ممكن عن طريق معرفه درجه تجمد مول كلوكوز نقدر نجيب درجه تجمد اي محلول الكتروليتي. ازاي؟ قال له درجة تجمد المحلول الالكتروليتي بيساوي عدد مولات ايوناته في درجة تجمد الكلوكوز سالب 1.86. لو قال لك هنا ملح الطعام كمثال NaCl بدون ما يديلك التركيز المولاري بتاعه المولالي، لو قال لك عاوز درجة تجمد ملح الطعام وسكت، يبقى اضرب عدد مولاته اللي هو 2 في سالب 1.86. خلي بالك من السؤال ده كويس قوي. طب هو في الامتحان مدين هنا التركيز المولالي بتاعه 1.5 M. نكمل بعض الاسئله برضو الثانيه، بنتكلم على درجه التجمد. انت بتحسب درجه تجمد اي محلول الكتروليتي، بجيبه ازاي؟ ان انا بضرب عدد مولات المذاب ايا كان اسمه في درجه تجمد الجلوكوز اللي هو سالب 1.86 من 100 درجه سيليزيه. والله قال لي درجه تجمد كلوريد الصوديوم NaCl بهضرب 2 مول ايون في سالب 1.86. لو قال كلوريد الومنيوم يبقى 4 مول في سالب 1.86. يبقى لما اجيب درجه تجمد اي محلول الكتروليتي يعني بيتأين، بضرب عدد مولات ايوناته في سالب 1.86. وكل ما عدد المولات الايونات بتاعت المذاب بتزيد، مقدار انخفاض تحت بيبتدي يزيد تحت، يعني التجمد بيقل خالص. يعني على سبيل المثال لما اجيب درجه تجمد NaCl في الميه تضرب 2 مول في سالب 1.86 تطلع بيساوي حوالي سالب 3.72. لما اجيب مثلا كود الالومنيوم اللي هو 3 مول تضرب، قصدي كود الالومنيوم 4 مول تضرب في سالب 1 تطلع بيساوي سالب 7 وكذا. الله، يعني كل ما عاد المولات بتزيد بتاعه المول ده، كل مقدار انخفاض تحت بيقل قوي، يعني درجه التجمد تقل. قال له طيب افرض ده في المساله بقى درجه المحلول نفسه وتركيزه المولالي. قال له ثواني، لو قال لك عاوز درجه تجمد، سؤال رقم 8، درجه تجمد محلول ملح الطعام اللي هو NaCl او اي مركب، كبريت الومنيوم، كوريد الومنيوم، كوريد بوتاسيوم، نيتراس صوديوم، كربونات صوديوم، ومدرج التركيز المولالي. قال له عادي جدا بقى، عشان اجيب بقى التركيز ان هو، تقول له درجه تجمد تساوي بمعلوميه التركيز المولالي، هضرب التركيز المولالي في عدد مولات ايونات المول الواحد في درجه تجمد اللي هي بتاعت الجلوكوز سالب 1.86، هطلع درجه تجمد بمعلوميه التركيز المولالي. لو مش مديني التركيز المولالي عادي جدا،
هضرب عدد مولاتي في سالب 1.86. ولكن لو مدين هنا التركيز المولالي فنضرب بقى التركيز المولالي بتاع الملح نفسه، فعدد مولات ايونات المول الواحد في درجه تجمع الكلوكوز سالب 1.86. فانا ملح الطعام ضربت بقى درجه التركيز المولالي بتاعه 1.5، فعدد مولات الملح الطعام 2 في سالب 1.86 يطلع سالب 5.58 درجه سيليزيه. ادي من ضمن المسائل ده بتاع فصل المساله. ممكن نفس المساله يجي لك يغير الملح بس، يقول لك عاوز درجه تجمد محلول كوريد الومنيوم، كبريتات الومنيوم، كبريتات الومنيوم في 5 مول ايه اللي تو اس 4 باي 3. يبقى لازم تعرف عدد مولات المذاب قد ايه. يبقى عدد مولات المذاب هضربها في التركيز المولالي اللي هم ادوه لي ثم اضرب في سالب 1.86. السؤال رقم 9، محلول مائي حجمه 500 مللي بيحتوي على 212 جرام كربونات صوديوم، مدي لك سعر رقم سهل قلم، مدي لك كتله موليه 109 جرام لكل مول، عاوز تركيزه المولاري قول له عادي، اختار 4 ام ولا 25% ام ولا 2 ام ولا 5/10 ام. طب ما اختار ازاي عشوائي؟ لازم اكتب القانون، ان القانون العلاقه بين كتله الماده المذابه اللي مديها لك والكتله الموليه والحجم والتركيز قانون ثابت، ان كتله الماده المذابه بيساوي الكتلة المولية في التركيز المولاري في الحجم باللتر، لازم الحجم باللتر. كتبت القانون مسألة خلصت. يبقى لو قال لك في المسألة مدي لك مركب ومدي لك أيا كان وداوب كذا جرام ومدي لك الحجم ومدي لك كتلة المولية، والله أجيب التركيز، هروح كاتب القانون كتلة المادة المذابة بيساوي الكتلة المولية في التركيز المولاري في الحجم باللتر. لو جينا بصينا في المسألة الكتلة المادة المذابة كام يا عم في المسألة؟ 212 متشكرين، والكتلة المولية مدقالي وسهل آلي 106 جرام. في التركيز المولي اللي عاوزه في الحجم باللتر مديني في المسألة الحجم 500 ملي، فلازم أكون باللتر قاسم على 1000، يبقى 500 على 1000 يعني 5/10. كتبت القانون ابتدت المسألة تتحل بديهي لوحديها. الكتلة المادة المذابة 212 هتساوي الكتلة المولية مدقالك بتاع كربونات الصوديوم 106 في التركيز المولاري اللي هو عاوزه في الحجم باللتر 500 على 1000 يعني 5/10. طلعت المساله بتاعتك تطلع في المساله 4 ام. تكمل التركيز 212 على 106 في 5 يطلع بيساوي 4 مولر. برضو من ضمن المسائل الاسئله الحلوه. عندك نظريه ارهينيوس بتقول لك الحمض ارهينيوس وحمض وقاعده ارهينيوس. حمض ارهينيوس يعني لازم ان يكون حمض، ربنا خلقه حمض، هي الماده اللي تدين ايونات هيدروجين موجبه عند ذوبانها في الميه. القاعده بمفهوم ارهينيوس الماده تدين ايونات هيدروكسيد ويجب ان تكون قالب يعني فيها مجموعه هيدروكسيد. لكن جيب رونشيد ولوري كان لهم فكر تاني، قال لك الحمض بتاعي ليس بحمض لكن ممكن يديني اتش موجب. فقال لهم انا مش شرط يكون عندي حمض، لكن قال لك الماده اللي ممكن تديني تمنح بروتون لاي واحد تاني فانا اعتبره حمض برونشيد. والماده اللي ممكن تستقبل اتش موجب يبقى قاعده برونشيد. قلت له تمام. فالعالم برونشيد ولور قال لهم بصوا يا جدعان انا مش هتكلم على حمض ولا قلوي، انا بتكلم على ماده ولكن ليست بحمض، لكن الماده دي طالما لها القدره تمنح بروتون فبعتبرها حمض برونشيد ولوري، والماده اللي تستقبل هذا البروتون بعتبرها قاعده برونشيد ولوري. جي لويس كان له راي ثاني، قال لهم لا انا ماليش دعوه بالبروتون اتش موجب ده خالص، انا بتكلم على الالكترونات زوج الالكترونات. قال لهم الماده اللي تمنح زوج الالكترونات تمنح بعتبرها قاعده لويس، انا ماليش دعوه بالبروتون ولا اتش موجب خالص، انا كل تركيزي بتكلم على زوج الالكترونات. بالنسبه لحمض ارهينيوس وحمض برونشيد الاثنين بيتكلموا على اتش موجب، متفقين في اتش موجب، لكن حمض ارهينيوس يجب ان يكون حمض. وحمض برونشيد مش شرط حمض لكن ممكن يديني اتش موجب اعتبره حمض. قالوا طيب وانت يا عم لويس؟ قال لهم لا انا ماليش دعوه بالاتش موجب خالص، انا ليا فكر ثاني، الماده بتكلم على زوج الالكترونات. والله لو انا عندي ماده عندها زوج حر من الالكترونات زياده ممكن تمنحه لاي حد بعتبره قاعده لويس. والماده اللي تستقبل هذا الزوج بعتبرها حمض لويس. تمام. فاديني هنا مثال اي من المركبات الاتيه. بسم الله ما شاء الله عندكم فكره وقارين منها كويس او في عندكم امثال كتير جدا. مثال مثلا النشادر مع الميه، ميه مع حمض اتش سي ال، وده سؤال حلو جدا. النشادر مع الميه
عاوز اعرف مين فيكم حمد الارهين حمد برونشيت ومين فيكم قاعد برونشيت. قال له الحمد لله. بيقول لهم ايه ده انا ممكن هدي اتش موجب للنشادر يبقى انت حمد برونشيت. فجينا نشادر قالوا انا سايبل منك اتش موجب. قال له قاعد برونشيت. جه بعد شويه الميه قاعد كده دخل له اتش سي ال. فالميه قال له ما اقدرش طالما انت موجود يا عم الحمد فانت اللي تديني اتش موجب. فانت هنا حمد برونشيت وحمد الارهينز برضه وانا سابل منك الاتش موجب فانا عايز اعتبر قاعده برونشيت. فالماشى غلب وشين بيعتبر متردد لو متفاعل مع النشادر هو اللي ادى اتش موجب للنشادر فيعتبر حمض برونشيت. لما جاله بقى حمض فعل اصلي قال له لا انا ما اقدرش ادي لك اتش موجب ده انا بستقبل منك اتش موجب. فالماء عن تفاعله مع اي حمض الماء عن تفاعله مع اي حمض يعتبر قاعده برونشيت ان بيستقبل اتش موجب من اي حمض. في السؤال هنا قال له اي من المركبات الاتيه يمكن ان يعتبر قاعده لويس؟ طب اعرف ازاي مستر؟ ما مدي لك العناصر مديك العائد الذري. البريليوم عائد ذري بتاعه 4 يبقى 2 2. النيتروجين 7 يبقى 2 5. الفوسفور 15 2 8 5. طب انت البريليوم 2 2 يعني المستوى الاخير في عندك 2 الكترون فارتبطت ب 2 هيدروجين 2 كلور فما عندكش الكترونات حره مش قاعده لويس. البي سي ال 5 خامس كود الفوسفور. البي 15 2 8 5 المساوي في 5 الكترونات يعني مجاله 5 ذرات كلور فكل كلور خد الكترون فالخمسه كلهم اللي مع المساوي الاخير بتاع الفوسفور اتاخدوا مع 5 كلور ما عنديش ولا ذكر من الكترونات. فدخلنا على رقم ج بي سي ال 3 الفوسفور في هذا المركب المستوى الاخير في 5 الكترونات اشترك مع 3 ذرات كلور يعني معناها ساهم ب 3 الكترونات لسه عنده 2 الكترون زياده. فالفوسفور في هذا المركب يمتلك زوج حر من الالكترونات فقال لهم ممكن امنحه لاي حد طالما ان البي عندها زوج من الالكترونات زياده. ما هو البي المساوي الاخير 5 15 2 8 5 المساوي الاخير 5 الكترونات جاله 3 كلور فطلع 3 3 كلور طلع له 3 الكترونات اشترك معاهم مكون 3 روابط. قال له لسه عندي في 2 الكترون زياده. قال له والله ممكن تمنحه لاي حد. فالبي سي ال سي يعتبر قاعده لويس. نرجع تاني بعض الأسئلة هي السؤال رقم 11 وسأل في فكرة صغيرة جدا بس نتضرب عليها. بقول له حجم الماء اللازم إضافته إلى 500 ملي من محلول مولاري من NaCl وملح الطعام. مولاري معناها تركيزه 1 مولار لتحويله إلى محلول تركيزه 1/10 M. قول لي ثواني بقى يعني أنت بتكلم هنا على قانون التخفيف. والله فكرة مسألة جات يبقى ما جاتش يبقى احنا برضه جاهزين ليها. يبقى حجم ملح الطعام في التركيز قبل التخفيف سواء حجمه في التركيز بعد التخفيف. هو حجمه في الاول 500 ملي وتركيزه 1 مولر محلول مولار معناه تركيزه 1 مولر وحجم 500 ملي يساوي حجم الماء اكتب الحجم بعد التركيز في التركيز بتاع الجديد 1/10. طب انا عاوز بقى اجيب الحجم النهائي بعد التخفيف يبقى 500 في 1 مولر بيساوي 1/10 في الحجم. يبقى الحجم بيساوي 500 في 1/10 تطلع الحجم النهائي بعد التخفيف 5000 ملي. 5000 ملي. طب وكان الميه الحجم في الاول كان 500 ملي والحجم النهائي 5000 ملي. طب الحجم الميه قد ايه اللي انا ضفته؟ يبقى 5000 ملي ناقص 500 ملي يبقى الحجم الماء اللي ضفته 4500 ملي. هدور هنا مفيش 4500 ملي في 1000 ملي في 100 ملي في 5 لتر في 4.5 لتر. فالطالب اللي فاهم اللي مستر ثواني مش حجم الميه طلع 4500 ملي؟ قلت له اه. قال لي تحول لتر. طب ما انت 4500 لما بقسم على ال 1000 عشان احول للتر يطلع الناتج 4.5 لتر. ما هو 4500 ملي تمثل 4.5 لتر. قلت له فعلا صح؟ قال لي الاجابه رقم د. يبقى هو حط لي هنا ملي ومدالي لتر عشان يلخبط الطالب. يبقى المساله رقم 11 الحجم في التركيز قبل التخفيف سواء الحجم في التركيز بعد التخفيف. والله قبل اي مركب مش هتفرق. لو قال لك حجم الماء لازم اضافته بعد ما طلع الحجم النهائي هطرح من الحجم الاولاني عشان تفضل قد ايه ميه في الاخر. السؤال الاخير رقم 12 بيقول لي المركب X2O3 الاكس ده عنصر مجهول معرفش مين. الكتلة المائية بتاعت المركب كلها 160 جرام. قلت له تمام.
عاوز النسبة المئوية للعنصر اكس، قول له ثواني بسيطة، ما العنصر اكس او ما اقدر اجيب نسبته الاول. لو انا جبت النسبة المئوية بتاعت او المعلوم هقدر اجيب النسبة المئوية بتاعت العنصر اكس المجهول. طب انا اجيب النسبة المئوية بتاعت الاكسجين هتساوي كام اكسجين؟ 3، 3 في 16 على الكتلة المولية بتاعت المركب كلها 160 في 100. يبقى انا عاوز اجيب العنصر اكس موجود المجهول، فانا اجيب الاو المعلوم. يبقى النسبة المئوية للاكسجين الاو بتساوي كتلة الاكسجين على الكتلة المولية في 100. الاكسجين 3 في 16 على الكتلة المولية كلها عندك 160 في 100، تطلع النسبة المئوية بتاعت الاكسجين 30%. طب انت الاكس بديه يبقى 70%. يبقى هو في الامتحان بيشوف فكرك، يقول لك المركب اكس 2O3 كتلته الموليه 160 جرام، فان النسبه المئويه للعنصر اكس قد ايه؟ قول له والله اجيب والله المعلوم، الاكسجين معلوم، يبقى نسبته المئويه 3 في 16 على 160 في 100، طلعت النسبه المئويه بتاعت الاكسجين 30%، بديه يبقى الاكس 70%. طبعا دي نوعيه اسئله للتدريب، فعندي بسم الله ما شاء الله اسئله كتير جدا. تركز بقى مثلا على حمض ارهينيوس، قاعده ارهينيوس، حمض لويس، قاعده لويس، حمض برونشي، قاعده برونشي، واحد ادي السؤال. تركز بعد كده برضو في الباب الثاني على حجم الغاز، اذا بعان حجم الغاز من معادله يقول لك مثلا بيكربونات صوديوم سخنتها اداني كذا مثلا حجم ثاني اكسيد الكربون، ادي احسب لي حجم غاز ثاني اكسيد الكربون. درجه التجمد، درجه الغليان، الضغط البخاري، الثلاثه يجي منهم حاجه. يبقى في عندك ضغط البخاري، درجه الغليان، درجه التجمد، هيجي لك منهم حاجه. المولاريه والمولاريه جايه، يعني مساله مولاريه ومساله مولاريه واحده منهم بتيجي بعد كده في الاول برضو خالص، ده الاحجام النانويه تخلي بالك برضو منها في الاخر خالص. في عندك الاملاح وفي الادله، تعرف الادله بقى البروميسيمول وعباد الشمس والفنول فيسالين والبروميسيمول، تعرف كل لون في كل وسط لونه ايه، دي اسئله ثابته ما فيهاش فنيات يعني. وتعرف الاملاح في الاخر عندك ثلاث انواع متعادل، اسات الامونيوم وملح الطعام، وحمض زي كوريد الامونيوم، وقاعدي زي كربونات الصوديوم. دي الجزء اللي عندك، انت ربنا كرمك كده تقرا كويس قوي هذه الاسئله مره واثنين وثلاثه، هتلاقي الاسئله سهله جدا مش صعبه. بس الاول تقرا المنهج الباب الاول والثاني والثالث، وابدا بالثالث الاول لسه في دماغك، ابدا الثالث ثم الثاني ثم الاول، ان انت خدت الاول من فتره فعندك خلفيه بيه، تبدا بقى الثالث تركز كويس قوي المحاليل، بعد كده انواع المحاليل، تركز مع محلول الالكتروت يعني ايه، لا الكتروت يعني ايه، تم التأين غير تم التأين، مواصل جيد جدا، لازم تعرف خلفيه بالمنهج كويس او قبل ما تحل اسئله. وبعد كده تخش على العلاقه بين المحلول وبين المذيب النقي، الضغط البخاري ودرجه الغليان والتجمد، وبعد كده تخش على الاحماض وحمض ارهينيوس وحمض قوي وحمض ضعيف، تم التأين غير تم التأين، عندك خلفيه بالمنهج. المنهج مش صعب ولا حاجه، هي بس الفكره المذاكرة الكتير بتخلي تخش الامتحان ضامن الاسئلة جاية ازاي. فالعوز منك ربنا يكرمك كده، انت بتقعد شغال كده، تمسك الباب الثالث التاني الاول، تعرف عدد افوجادرو، تعرف حجم الغاز، تعرف كويس قوي ده كل بالتفصيل، هتلاقي كل ده سهل مش صعب. فالفكرة كلها عدم مذاكرتك بتخلي الاسئلة صعبة عليك، لكن لو ربنا كرمك ذاكرت كويس قوي، خلي بالك برضو من مسائل المادة المحددة للتفاعل، الناتج الفعلي والناتج النظري، دي كلها أسئلة خلي بالك برضو منها على قد ما تقدر قوي. الفكرة كلها إن بشوف أنت عارف إن السؤال بيجي إزاي، اتضرب على حل أسئلة كتير، كل ما بتحل أسئلة كتير بتعرف شكل السؤال جاي إزاي. دي بعض أسئلة تدريبية، وعندك كم أسئلة كتير جدا في الكتب، في عندك في التابلت، في مش عارف إيه، بتخش أسئلة كتير جدا امتحانات السنة اللي فاتت، بتعرف نوعية الأسئلة جاية إزاي وتعرف السؤال بيجي إزاي. برضو من ضمن الأسئلة اللي تخلي بالك برضو منها في الامتحان، انت مثلا داخل الامتحان ربنا يكرمك كده، بتخلي بعض المسائل حجم الغاز بيجيبوا عدد الذرات، مساله عدد الذرات، يقول لك مثلا عدد الذرات مثلا في مول من الاكسجين، يبقى مول اكسجين في عدد افوجادرو في عدد مولات الذرات المكونه لهذا الجزيء يبقى في 2. لو ادالك مثلا جزيء مثلا نشادر NH3، يقول لك عاوز عدد الجزيئات يبقى في مول، يبقى مول في عدد افوجادرو. لو قال لك عدد الذرات وحدد لك الهيدروجين اللي في النشاد، يبقى عدد المولات في عدد افوجادرو في 3 مولات ذرات هيدروجين. لو قال لك الكل يبقى 4، لان ان بواحد و3 اتش يبقى 4 مولات ذرات هيدروجين. هذه الاسئله في الامتحان معروفه، عدد الذرات، عدد الجزيئات، عدد الايونات، حجم الغاز،
الناتج الفعلي، الناتج النظري، دول مسألة واحدة. المادة المحددة للتفاعل، يبقى عرفت ازاي السؤال بيجي لك المعادلة الأيونية، عرفت نمط السؤال. وزن المعادلة مهم جدا، تخلي بالك منها كويس قوي. الباب الثاني والثالث لما تخلي بالك تركز على المسائل المولارية، المولارية، درجة التجمد، الضغط البخاري، العلاقة بين عدد المولات والضغط البخاري، من عدد المولات ودرجة التجمد، من عدد المولات ودرجة الغليان. هذه الأسئلة مش صعبة على الطالب، ربنا يكرمنا كده بإذن الله، تذاكر كويس أو الترم الأول، وربنا يوفقك في الترم الأول كويس قوي، وربنا يكرمك تجيب الدرجة كويسة كبيرة، ترجع جاهز نفسك بعد كده ربنا يسهل في الترم الثاني، تتدرب من أول يوم بقى في المذاكرة على نوع الأسئلة جاية إزاي مرة واثنين وثلاثة. كل سنة وانتم طيبين عن نهاية الترم الأولاني، وربنا يكرمك كده بالترم الأول نتيجة كويسة المواد كلها، وتجهز نفسك ربنا يسهل للترم الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.